الو الو صباح الورد يا فندم، اهلا بحضرتك. وعايزين صباح الفل، وعايزين نعرف من حضرتك اهم الملاحظات على الحاله الجويه النهارده. هو النهارده ما زال الجو حار راتب، يعني درجه الحراره العظمى على سبيل المثال المتوقعه على القاهره 37 درجه، ودي تعتبر اعلى من المعدل الطبيعي ليها خلال هذا الوقت من العام بحوالي 4 درجات مئويه. الجو ما زال مائل للحراره على كل المدن الساحليه، شديد الحراره على محافظات الصعيد الاقصر اسوان. ايوه فندم. وشديد الحراره ايضا على محافظات جنوب سيناء عند شرم الشيخ. ده خلال ساعات النهار، اما اثناء الليل فالجو معتدل على كل محافظات الجمهوريه. ما زالت الرؤيه منخفضه تماما على محافظات شمال وجنوب سيناء، اقل من 1500 متر بسبب ظاهره الشوائب العارقه. فلكل الساده المسافرين المتجهين الى محافظات سيناء القياده بهدوء كامل، لان هذه الظاهره تستمر معنا اليوم ايضا فقط على محافظات سيناء. هناك احتمال لسقوط امطار على مدينتي حلايب وشلاتين في الجنوب تحت، وايضا عند ابو سندل وممكن اسوان، واحتمالات سقوط الامطار هتزداد على هذه المناطق بالاضافه لسلاسل جبال البحر الاحمر خلال ال 48 ساعه القادمه. تمام، حضرتك شايف امتى موجه الحر اللي موجوده دي هتنتهي؟ يعني ان شاء الله من يوم الاثنين بقى هيبدا بقى الانخفاض في درجات الحراره، او الحد كمان. تمام. هيبقى في انخفاض تدريجي لتقترب درجات الحراره من معدلاتها، وهيبقى في ظهور للسحب هتمنع اشعه الشمس الى حد ما. فكل العوامل دي هتدي احساس بتحسن ملموس في الاحوال الجويه ان شاء الله اعتبارا من يوم الاثنين الجاي او الثلاث بكثير. ان شاء الله باذن الله. بنشكر الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه، وصباح الورد عليك يا فندم. وكده يا ما احنا اطمنا بقى على المرور واطمنا على الطقس، بس درجه الحراره برضو نزلت عاليه. بالظبط، ده حقيقي، ويمكن يعني اول مره نحس ان شهر 9 او سبتمبر غير كل سنه، لانه اليومين اللي فاتوا كمان فجاه بقى فيه تراب. فده كان غريب جدا، موجه التراب اللي احنا كلنا عشناها اليومين اللي فاتوا. وبعدين في توقع طبعا دلوقتي من الاستاذ وحيد سعودي ان يبقى في سقوط للامطار في بعض المناطق في مصر، فالسنه دي برضو سبتمبر مختلف عن اي سنه، لان احنا اتعودنا ان دايما سبتمبر بيبقى بدايه ان الجو يبقى حلو. وبعدين مطر مع حر مع تراب، يعني كوكتيل السنه دي فظيع. بالظبط يعني. طيب احنا طبعا عايزين برضو ننبه على المشاهدين ان ياخدوا بالهم كويس قوي في تقلبات الجو، ما يطمنوش قوي برضو، لانه لان بيتهيألي برضو حته التراب دي عملت حساسيه في الامس. خصوصا ان في مدارس دخلت دلوقتي، فنحاول بقى ناخد بالنا من اولادنا هم نازلين الصبح رايحين المدارس، يعني يبقى برضو في جاكيت كده معاهم. يعني اعتقد وبيتهيألي برضو التوقيت ده طبعا، بس عشان المدارس دخلت، بس في الويكند بيتهيألي الناس ممكن تسافر برضو لسه في الساحل الجو بيكون لطيف. هو الجو حلو دلوقتي في الساحل قوي والدنيا هاديه. لو اللي عايز يلحق بقى يروح في الروقان دلوقتي يلحق قبل المدرسه ما تبدا. طيب.